بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يفتح علينا فتوح العارفين، اللهم آمين. نبدأ بإذن الله تعالى في تتمة ما قرأنا بالأمس في هذا المتن المختصر المبارك المعروف بالمختصر اللطيف للعلامة عبد الله بن عبد الرحمن با فضل الحضرمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وهو يتحدث عن أحكام إزالة النجاسات، قال رحمه الله تعالى: فصل. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، وكذا النبيذ من التمر والزبيب، وجلد الميتة إذا دبغ. تقدم معنا فيما سبق أن الماء يطهر إما بزوال التغير إذا كان كثيرا، أو بالمكاثرة أي إلى أن يصير قلتين فأكثر مع زوال التغير. تقدم هذا معنا في الدرس الماضي. بهاتين الطريقتين بزوال التغير والمكاثرة يطهر الماء. واحد، تطهير الأشياء الأخرى يكون كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى الآن. فالشيء إذا أصابته نجاسة أو الشيء إذا تنجس فإنه إما أن يطهر بغسله، وإما أن يطهر بالاستحالة، إما بالغسل وإما بالاستحالة. واضح أو لا؟ الشيء إما أن يطهر بالغسل وإما بالاستحالة. بالغسل سيأتي. والنجاسات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما نجاسات مغلظة، أو نجاسات متوسطة، أو نجاسات مخففة، وكل واحد من هذه الأقسام له حكم سيأتي إن شاء الله. وأما الاستحالة فمعناه انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى، انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى. والأشياء التي تطهر بالاستحالة عند الشافعية محصورة، هي الخمر إذا صارت خلاً، والجلد إذا دبغ، وما صار حيوانا. ثلاثة أشياء هذه تطهر بالاستحالة. سأكتب لكم هذا على السبورة حتى ندرسه شيئا فشيئا. التطهير، التطهير إما أن يكون إذا كان الماء أصابته نجاسة فإن تطهيره يكون كما قلت لكم بطريقتين: إما بزوال التغير إذا كان الماء كثيرا، صح؟ وإما بالمكاثرة أي يصب عليه ماء ويصب عليه ماء إلى أن يبلغ قلتين دون تغير فيطهر.
واضح؟ بهاتين الطريقتين يطهر الماء، بهاتين الطريقتين يطهر الماء. طيب، بقية المائعات الأخرى مثل اللبن والزيت والعصير إذا تنجست كيف تطهر؟ قلنا هذه المائعات إذا تنجست لا تطهر. بقية السوائل، بقية المائعات لا تطهر إذا تنجست. واضح أو لا؟ طيب، الأشياء الجامدة إذا تنجست كيف تطهر؟ تطهر بالغسل. مثلا الثوب إذا تنجس كيف يطهر؟ بالغسل. الأرض إذا تنجست كيف تطهر؟ بالغسل. واضح؟ إذن الأشياء الجامدة تطهر بالغسل على تفصيل فيه. فإن النجاسات إما أن تكون نجاسات مغلظة، وإما أن تكون نجاسات مخففة، وإما أن تكون نجاسات متوسطة. واضح؟ وقد يكون التطهير بارك الله فيكم بالاستحالة. بالاستحالة، ما معنى الاستحالة؟ معناه انقلاب الشيء من صفة إلى صفة، انقلاب الشيء من صفة إلى صفة. هذا الذي يطهر بالاستحالة ثلاثة أشياء: واحد، اثنين، ثلاثة. الأول الخمر، إذا صارت خلا. الثاني جلد الميتة إذا دبغ. الثالث ما صار حيوانا، وإن كان هذا فيه كلام لبعض الفقهاء، لكن ثلاثة كما ذكر المصنف رحمه الله في المقدمة الحضرمية أصل الكتاب هذا. بهذه الأشياء تطهر النجاسات، بهذه الأشياء تطهر النجاسات، لا تطهر النجاسات بغيرها. بمعنى آخر، لو كان هذا الثوب فيه نجاسة فأخرجته للشمس وبقي في الشمس أياما، ثم جيت فلم أجد للنجاسة أثر، ليس لها طعم ولا لون ولا رائحة، لا يعني ذلك أن هذا الثوب صار طاهرا، فإن الشمس لا تطهر النجاسات، والريح لا يطهر النجاسات. ومن هنا تعلم أن ما يسمى بالغسيل الجاف، يوجد نوع من أنواع الغسيل الملابس، غسيل جاف دون استخدام الماء، بعض الآلات تغسل الملابس بدون ماء يسمى غسيل جاف. تعلم أن الغسيل الجاف على مذهب الشافعية لا يطهر النجاسات، بل هذا مذهب الجمهور، لأن الجمهور يقولون لابد في تطهير النجاسات إما من الغسل وإما الاستحالة، والاستحالة فقط في أشياء مخصوصة ليس في كل شيء. واضح؟ هنا المصنف رحمه الله تعالى بدأ الكلام على الاستحالة، فبين أن الخمر إذا صارت خلا، الخمر إذا صارت خلا، تعرفون الخل؟ اسمه توكا، هكذا جوكا، هكذا، تمام. الخمر إذا صارت خلا تطهر، لكن بشرط، إذا صارت خلا بنفسها بأنه لم يضع فيها شيء، لا يضع فيها شيء. أما إذا وضع فيها دواء أو وضع مثلا فيها بصل أو وضع فيها شيء آخر من هذه المواد فإنها لا تطهر. أما إذا تخللت الخمر بنفسها حتى وإن أوقد النار تحتها أو نقلها من الظل إلى الشمس ف
فإنها تطهر. واضح؟ قال لكم صاحب الزبد: وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها وإن غلت أو نقلت. وإن غلت يعني أوقد النار من تحتها، أو نقلت أو نقلت من الظل إلى الشمس أو من الشمس إلى الظل. هذا أول شيء يطهر بالاستحالة. ومما يطهر بالاستحالة أيضا جلد الميتة إذا دبغ. الجلد إذا نجس بالموت فإنه يطهر بالدباغ، وبالتالي الدباغ هو تنظيف الجلد مما به من الفضلات كلحم ودم وشحم ونحو ذلك بشيء حريف لاذع كالقرض وقشر الرمان. ويمكن اليوم المنظفات الموجودة تستعمل في دباغ الجلد، في دباغ الجلود. فإذا نظف الجلد، إذا نظف الجلد ودبغ فإنه يطهر، لكن الذي يطهر هو الجلد فقط، أما الشعر الذي على الجلد لا يطهر. الشعر الذي على الجلد لا يطهر، الذي يطهر هو الجلد. الشعر الذي على الجلد لا يطهر، لكن يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره، لأن الذي يطهر كما جاء في الحديث هو الإهاب وهو الجلد. أيما إهاب دبغ فقد طهر. تمام. الجلد الميت إذا دبغ يطهر. وجميع الجلود، جميع الجلود تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير كما مر معكم في الضابط أمس. الأمر الثالث ما صار حيوانا، مثلا عندما تموت شاة أو أي حيوان آخر يتولد دود صغير، صح؟ هذا الدود الصغير الذي تولد من الميتة ما حكمه؟ طاهر أو نجس؟ هذا الدود الذي تولد من الميتة طاهر أو نجس؟ طاهر، طاهر. أمس ذكرنا عدة ضوابط، أين الضوابط التي ذكرناها أمس؟ كتبتم؟ أين الضوابط التي ذكرناها بالأمس؟ 9 ضوابط ذكرنا. ها؟ أين الضوابط؟ أمس أمليت عليكم 9 ضوابط، أين هي؟ لم تكتبوا؟ ها؟ أين الضوابط التي أمليتها عليكم أمس؟ كتبتها في فردوس؟ اقرأ الضوابط هذه. أحسنت. جميع، أول ضابط، جميع الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. هذا الدود هل هو كلب؟ هل هو خنزير؟ لا. إذن هو يدخل في الضابط فهو طاهر. كل الحيوانات طاهرة سواء حشرات أو طيور أو ذوات أربع، كل الحيوانات طاهرة إلا الكلب والخنزير. إذن هذا الدود الذي تولد من ميته طاهر أو ليس بطاهر؟ طاهر، طاهر بالاستحالة. ما صار حيوانا أو ما تولد من ميته يكون طاهرا. واضح؟ إذن هذه الأشياء الثلاثة تطهر بالاستحالة. قال لكم المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتطهر الخمرة إذا تخللت بنفسها. ما معنى إذا تخللت بنفسها؟ أي لم يضع فيها شيء، أما إذا وضع فيها شيء فإنها لا تطهر. قال: وكذا النبيذ من التمر والزبيب. كما مر معكم أن الفرق بين الخمر والنبيذ أن الخمر ما يتخذ من العنب والنبيذ ما يتخذ من غير العنب. قال: وكذا النبيذ من التمر والزبيب. وجلد الميتة إذا دبغ، أي ويطهر جلد الميتة إذا دبغ ويكون تطهيره بالاستحالة. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا ما يطهر بالاستحالة، فذكر أن الخمر تطهر بالاستحالة، وذكر أن جلد الميتة أيضا يطهر بالاستحالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وإذا تنجس شيء.
لم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا ما صار حيوانا، لم يذكره في هذا المختصر، لكنه ذكره في المختصر الكبير المقدمة الحضرمية أصل هذا الكتاب، واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا تنجس شيء ببول كلب أو خنزير أو فرع أحدهما أو لعابه أو روثه أو عرقه أو بدنه وهو رطب غسل سبعا، إحداهن بتراب طاهر طهور. الآن سيتكلم المصنف رحمه الله عن تطهير الأشياء التي أصابتها نجاسة. النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، وإما نجاسة مخففة وهي بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين، أربع قيود. بقية النجاسات متوسطة: البول، الغائط، الدم، القيح، القي، المذي، الودي، الخمر، الميتة، كلها نجاسات متوسطة. سيبدأ المصنف رحمه الله تعالى الكلام على تطهير النجاسات المغلظة، كيف تطهر النجاسات المغلظة، فيقول: إذا تنجس شيء بكلب أو خنزير وأحدهما رطب، أي يوجد رطوبة في أحد الطرفين، لأنه إذا كان الكلب جافا والشيء هذا جافا فالنجاسة لا تنتقل، لأن النجاسة لا تنتقل إلا برطوبة. أما إذا كان الإنسان مثلا يده جافة فلمس الكلب والكلب جاف فلا توجد نجاسة. ومن القواعد المشهورة عند العلماء يقولون: الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، واضح؟ الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف، لأنه لا توجد رطوبة تنقل النجاسة، واضح؟ أما إذا كان طرف رطب وطرف آخر جاف فهنا النجاسة تنتقل، ومن باب أولى إذا كان الطرف الأول رطب والطرف الثاني رطب. على كل حال، إذا أصابت الإنسان نجاسة أو أصاب شيء كالإناء أو الثوب نجاسة من كلب أو خنزير فإنه يغسل سبعا، إحداهن بالتراب، يغسل سبعا إحداهن بالتراب. وهنا لابد أن تنتبه إلى شيء. نفترض على سبيل المثال هذا الثوب أصابته نجاسة كلب، أصابه مثلا لعاب كلب، أصابه لعاب كلب، فغسلته المرة الأولى ولا زال اللعاب موجودا، أو أصابه دم كلب، غسلته المرة الأولى لا زال الدم موجودا، غسلته المرة الثانية لا زال الدم موجودا، غسلته المرة الثالثة والرابعة والخامسة لا زال الدم موجودا، غسلته المرة السادسة انتهى الدم. كل هذه الغسلات تحسب واحدة، ثم أغسله ثانية وثالثة ورابعة وخامسة وسادسة وسابعة، إحداهن بالتراب، واضح أو لا؟ فالغسلات التي تزيل العين، الغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب غسلة واحدة، الغسلات التي تزيل عين النجاسة تحسب غسلة واحدة. والأفضل أن الشخص يمزج التراب بالماء قبل أن يضعه على هذا الشيء، يمزج التراب بالماء ثم بعد ذلك يضعه على ذلك الشيء. قال المصنف رحمه الله تعالى: غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر طهور، أي أن التراب الذي يستعمل في إزالة النجاسة يكون ترابا طهورا، لأن التراب كالماء. إلى كم ينقسم الماء؟ ثلاثة أقسام: ماء طهور، ماء طاهر، ماء نجس. التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تراب طهور، تراب طاهر، تراب نجس.
وسأشرح لكم هذا إن شاء الله عندما أتكلم على التيمم، لكن من الآن لابد أن تفهم أن التراب كالماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال المصنف رحمه الله: وإذا تنجس التراب بالكلب، إذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه سبع مرات بالماء الخالص. يريد أن يقول لك المصنف إن التراب إذا تنجس بنجاسة مغلظة فلا تتربهم، واضح؟ على سبيل المثال، لو أن الكلب يلحس بلسانه التراب فحينئذ يكفي أن تغسله سبع مرات بماء، ولا يحتاج أنك تأخذ ترابا آخر وتضع فوقه، واضح؟ لأن تتريب التراب لا معنى له. وبالتالي يقول لك المصنف رحمه الله: وإذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه سبع مرات بالماء الخالص، أي دون أن تستعمل التراب له، بخلاف لو تنجس الثوب أو تنجس البدن أو تنجس الإناء مثلا بنجاسة كلبية فإنك تغسله سبعا إحداهن بالتراب. ثم قال المصنف رحمه الله: وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح. إذن بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من الكلام على حكم النجاسة المغلظة، بدأ الكلام على حكم النجاسة المخففة، فقال لك إن النجاسة المخففة هي، بول صبي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين. فعندما قال بول أخرج بقية النجاسات التي من الصبي كالغائط مثلا والقيء مثلا والدم مثلا، فهذه النجاسات غائط الصبي وقيء الصبي نجاسات متوسطة، الذي فيه التخفيف البول. وعندما قال لك الصبي أخرج الصبية، فبول الصبية نجاسته نجاسة متوسطة. وعندما قال لك الذي لم يطعم غير اللبن أخرج ما لو كان يتغذى على غير اللبن، كان يأكل الأرز والبطاطا وما شابه ذلك، وقال لك لم يجاوز الحولين لتفهم أنه إذا جاوز الحولين فصار عمره سنتان ونصف أو ثلاث سنوات، أن بوله نجاسة متوسطة. فهذه أربعة قيود: القيد الأول أنه بول، الثاني من الصبي، الثالث لم يطعم غير اللبن، الرابع لم يجاوز الحولين، واضح؟ هذا البول، بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن ولم يجاوز الحولين، قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يكفيه الرش، يكفي فيه الرش ولا يجب فيه الغسل، يكفي فيه الرش لكن بشروط. حقيقة وضعوا شروط تجعل الاكتفاء بالرش صعبا، واضح؟ قالوا يكفي فيه الرش بشرط، الشرط الأول زوال عين النجاسة. نفترض أن هذا الثوب بال فيه صبي، أول شيء قالوا قبل أن ترش لابد أن تزيل البول. كيف تزيل البول؟ إما بعصر وإما بأن يجف ثم بعد ذلك ترش، لكن أنك ترش والنجاسة لا زالت موجودة هذا لا يكفي، فلا بد أولا من إزالة العين، واضح؟ ثم بعد إزالة العين لو أنك مثلا رششت الماء ولا تزال الأوصاف موجودة، أوصاف البول إما الطعم أو اللون أو الرائحة لا زالت موجودة، فحينئذ قالوا لا يكفي الرش بل يجب الغسل. ولذلك قالوا يكفي الرش بعد زوال عين النجاسة، إما بعصر وإما بتجفيف. والشرط الثاني أن يزول أثر النجاسة، فإذا لم يزل أثر النجاسة قالوا لابد أن تغسل، واضح؟ إذن هذه شروط الاكتفاء بالرش. وأشار إلى هذا صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: وبول طفل غير در ما أكل
يكفيه رش إن يصب كل المحل. وهذا شرط ثالث، أنه يكتفي بالرش الذي يصيب المحل كله، يصيب جميع الموضع، واضح؟ يكفيه رش إن يصب كل المحل. والرش قالوا رش بحيث يغمر الموضع. على كل حال هذه الشروط التي وضعوها جعلت هذا الرش قريب جدا من الغسل، كأنه تغسيل للثوب، واضح؟ إذن هذا الحكم بالنسبة للنجاسة المخففة. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله من النجاسة المغلظة والمخففة سيتكلم على النجاسة المتوسطة، فقال رحمه الله: وما تنجس ببول صبي لم يطعم غير اللبن نضح، وهو رشه بالماء مع الغلبة والمكاثرة. وسائر النجاسات، أي بقية النجاسات، كلمة سائر تعني هنا بقية النجاسات، غير النجاسة المغلظة وغير النجاسة المخففة، بقية النجاسات هي النجاسات المتوسطة. قال: وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها. حقيقة يمكن أن نقول إن النجاسات عموما تنقسم إلى قسمين، نجاسة عينية ونجاسة حكمية، لكن سأذكر هذا التقسيم متعلقا بالنجاسات المتوسطة، وإلا حتى هذه تنقسم إلى نفس التقسيم. هذه النجاسات المتوسطة نقول من باب التقريب للفهم تنقسم إلى قسمين، نجاسات عينية ونجاسات حكمية. ما معنى النجاسة العينية وما معنى النجاسة الحكمية؟ النجاسة العينية هي النجاسة التي تدرك بالحواس، هي النجاسة التي تدرك بالحواس، أي تشم لها رائحة، تجد لها طعما، يمكن أن تلمسها، تراها، تدرك بالحس، تسمى نجاسة عينية. إذن هي التي تدرك بالحاسة بالحواس. النجاسة الحكمية هي التي لا تدرك بالحاسة، لا تدرك بالحس. على سبيل المثال، هذا الثوب وقعت فيه قطرة خمر قبل أسبوع، لم أغسله، لكن أنا أعرف أنه وقعت فيه قطرة خمر قبل أسبوع، جيت اليوم أنظر لا يوجد أثر ولا طعم ولا لون ولا رائحة، هل هذه النجاسة حكمية أو عينية؟ حكمية، لأنها لا تدرك بالحس، لكن أنا متيقن أن هنا توجد نجاسة. أما إذا كانت النجاسة يدرك لونها أو طعمها أو ريحها فهذه تسمى نجاسة عينية. ما حكم النجاسة العينية وما حكم النجاسة الحكمية؟ قال لك الفقهاء عليهم رحمة الله: إن النجاسة العينية هذه يجب غسلها حتى تزول عينها، يجب أن تغسل حتى تزول عين النجاسة، واضح؟ أما النجاسة الحكمية فقالوا يكفي أن يجري الماء عليها مرة واحدة. النجاسة الحكمية يكفي أن الماء يجري عليها مرة واحدة، النجاسة العينية لابد أن تغسل حتى يزول حكمها، واضح وغير واضح؟ إذن بينهما فرق من حيث الحكم ومن حيث التعريف، وأشار إلى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. يكفيك جري الماء على الحكمية، أي في النجاسة الحكمية يكفي فيها جري الماء، أما في النجاسة العينية فلا بد من زوال العين. قال: يكفيك جري الماء على الحكمية وأن تزال العين من عينية. طيب، نفترض أن في النجاسة العينية غسلتها لكن عينها لم تزل، تعذر علي إزالة العين، يحتمل أن الذي يبقى الطعم، ويحتمل أن الذي يبقى اللون، ويحتمل أن الذي يبقى الرائحة. أحيانا مثلا إذا كان النجاسة دم في ثوب تغسله، تمام، لكن
أثر اللون يبقى، تذهب النجاسة لكن أثرها اللون يبقى، يبقى هنالك أثر، أو أحيانا يبقى طعم، أو أحيانا يبقى رائحة. قال العلماء إذا غسلت النجاسة العينية وزالت العين لكن الأثر تعذر زواله ننظر، فإذا كان هذا الأثر طعم فله حكم، وإذا كان هذا الأثر رائحة فله حكم، وإذا كان هذا الأثر لون فله حكم. إذا كان هذا الأثر طعم فإنه يضر، وإذا كان هذا الأثر رائحة فإنه لا يضر، وإذا كان هذا الأثر لون فإنه لا يضر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ولا يضرك أثره، عندما سئل صلى الله عليه وسلم عن غسل الثوب من الدم قال اغسليه ولا يضرك أثره، أي إذا بقي اللون فإنه لا يضر. واضح؟ هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا، فقال رحمه الله وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. انظر، لا يضر بقاء لون أو ريح، تمام، عسر زواله. ما معنى عسر زواله؟ أي أنك صعب زواله. كيف تعرف أنه صعب زواله؟ قال الفقهاء صعب زواله أو عسر زواله بأن تغسله مرة ومرتين وثلاث مع الحت، مع الحت هكذا، واضح، ولا يزول. فإذا فعلت ذلك نقول عنه عسر زواله، أن تغسله مرة ومرتين وثلاث مع القرص والحث، فإذا لم يزل الأثر نعرف أن هذا مما عسر زواله. قال رحمه الله تعالى ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. قال لك ولا يضر بقاء لون أو ريح، ماذا تفهم؟ تفهم أنه لو بقي الطعم يضر أو لا يضر؟ لأنه ما قال لك الذي لا يضر اللون والريح، اللون والريح لا يضر. إيش تفهم؟ أن الطعم يضر، واضح؟ ولذلك العبارات دقيقة لابد أن تفقه. هو لا يحتاج أن يقول لك ويضر اللون، عفوا، يقول لك لا يضر اللون ولا يضر الرائحة ويضر الطعم، لا يحتاج أن يقول ويضر الطعم لأن هذا مفهوم. عندما قال لك إن الرائحة لا تضر وإن اللون لا يضر تفهم مباشرة أن الطعم يضر، واضح؟ قال لكم هنا ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. ثم قال ولا يطهر المائع إذا تنجس، وهذا ذكرته لكم هنا، قلت لكم إن المائعات لا تطهر إذا تنجست، إن المائعات لا تطهر إذا تنجست، تمام؟ إذن هذا الذي أمامكم على السبورة تلخيص لتطهير النجاسات كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الفصل. بعد هذا الفصل سيكون الكلام على التيمم. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض. التيمم خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة بخلاف الوضوء، الوضوء كان معروفا عند الأمم السابقة لكن التيمم من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر صلى الله عليه وسلم من هذه الخمس وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهذا يفيد أن التيمم من خصائص هذه الأمة، والتيمم مشروع كطهارة بديلة عن الوضوء أو الغسل،
فقط، ولا يشرع التيمم عن إزالة النجاسة. بمعنى آخر، لو أن الشخص محدث حدث أصغر ولا يجد الماء نقول له تيمم، ولو كان الشخص محدث حدثا أكبر ولا يجد الماء نقول له تيمم، ولو كان الشخص متوضئا أي غير محدث لا حدث أصغر ولا حدث أكبر لكن عليه نجاسة، عليه نجاسة ويريد أن يصلي، هل نقول له تيمم أو لا؟ هل يكون تيمم بديلا عن إزالة النجاسة أو لا؟ لا. هذا مذهب الشافعية خلافا للحنابلة، فالحنابلة قالوا إن التيمم يكون بديلا عن إزالة النجاسة، واضح؟ لكن الذي جاء في الأدلة أن التيمم إنما يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل، وإلى ذلك أشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال تيمم المحدث أو من أجنب يباح في حال وحال وجب، أي أن التيمم يكون للمحدث حدثا أصغر وللجنب، ويكون التيمم في بعض الأحيان واجبا ويكون في بعض الأحيان مباحا. لكن هنا المصنف رحمه الله ذكر حالة الوجوب فقال ويجب التيمم، مع أنه في بعض الحالات يكون التيمم مباحا، لن نذكر ذلك حتى لا نطيل الكلام، عندما يكون هنالك درس إن شاء الله في الزبد سنذكر ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر. متى يجب التيمم؟ قال ويجب التيمم عند العجز عن استعمال الماء، عند العجز عن استعمال الماء. متى يعجز عن استعمال الماء؟ إذا فقد الماء أو كان مريضا، إذا فقد الماء أو كان مريضا، وهنالك أسباب أخرى للعجز منها الخوف، أن يكون الماء موجودا لكن يخاف أنه إذا ذهب إلى الماء من عدو أو حيوان مفترس، فالخوف أيضا من أسباب العجز. لكن المصنف رحمه الله ذكر هذين السببين، ذكر فقد الماء وذكر المرض لأن هذا الكتاب مختصر، قال بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض، ثم قال وإذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، ويكون التيمم وقت غسل العليم، ويجب مسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها. انتبه معي، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع ذكر حكم صاحب الجبيرة، ذكر حكم صاحب الجبيرة. صاحب الجبيرة، الجبيرة هي شيء يوضع على الجرح، شيء يوضع على الجرح، قد تكون جبيرة بمعنى أخشاب، خشب يوضع هنا، أو يكون مثل هذا كرتون، أو ربما يكون لاصق بلستر، تمام، أو يكون كريم مرهم، أيا كان كل هذا له نفس الحكم، إنما يذكر الفقهاء الجبيرة من باب الغالب ومن باب ما كان معروفا في زمانهم، اليوم الكريم البلستر غير ذلك له نفس الحكم. هذا الشخص الذي عليه هذه الجبيرة كيف يتوضأ؟ أولا نتكلم على الوضوء، ثم ممكن نتكلم بعد ذلك على الغسل. نقول هذا الشخص الذي عليه جبيرة يجب عليه ثلاثة أشياء، الأول عليه أن يغسل الأعضاء الصحيحة، عليه أن يغسل الأعضاء الصحيحة، مثلا نفترض أن الجبيرة في قدمه، واضح؟ نفترض أن الجبيرة في قدمه، يغسل وجهه في الوضوء، يغسل يديه، يمسح رأسه، يغسل يد رجله اليمنى، رجله اليسرى التي فيها الجبيرة ليست كلها مغطاة بالجبيرة، بعضها مغطى بالجبيرة، مثلا على سبيل المثال لو افترضنا أن هذه قدمه على سبيل المثال، فالجبيرة من هنا إلى هنا، هذا المكان سليم وهذا المكان سليم،
يجب عليه أن يغسل هذا ويجب عليه أن يغسل هذا، واضح؟ يغسل الأجزاء الصحيحة ويمسح على الجبيرة ويتيمم. أين يتيمم؟ طبعا يتيمم في الوجه واليدين، واضح؟ إذن عليه ثلاثة أشياء. قال الشافعية: من كانت عليه جبيرة عليه كم أشياء؟ ثلاثة: غسل الأعضاء الصحيحة، مسح الجبيرة، التيمم. ثلاثة أشياء. وقال غيرهم: إن الذي عليه جبيرة عليه شيئان فقط، عليه أن يغسل الأعضاء الصحيحة وأن يمسح على الجبيرة، ولا يجب عليه التيمم. لكن الشافعية أوجبوا عليه التيمم أيضا. إذن نقول: صاحب الجبيرة يجب عليه ثلاثة أشياء: غسل الصحيح، المسح على الجبيرة، وإذا مسح على الجبيرة، بارك الله فيكم، إذا مسح على الجبيرة فإنه يمسح عليها كاملا، لا يجزئ أن يمسح على بعضها فقط. ليس المسح هنا كالمسح على الرأس، في مسح الرأس قلنا يجزئ أن تمسح على بعض شعرة داخلة في حد الرأس، لكن هنا لابد أن تمسح عليها كلها. الأمر الثالث: عليه أن يتيمم. كم هذه أشياء؟ ثلاثة. يأتي السؤال: متى يمسح على الجبيرة؟ أقول لك: يمسح على الجبيرة عند تطهير العضو المصاب. إذا كانت الجبيرة في اليد مثلا وأنا أتيمم على سبيل المثال، الجبيرة في هذا المكان، الجبيرة في هذا المكان، واضح؟ فأنا أبدأ بالوضوء، أتوضأ، أغسل الوجه، أغسل اليد اليمنى، أغسل الصحيح من اليد اليسرى، واضح؟ أغسل الصحيح من اليد اليسرى، ثم أتيمم، ثم قبل تطهير الرأس أمسح على الجبيرة. بعد أن أنتهي من تطهير هذا العضو مسحا وتيمما وغسلا للصحيح، أمسح الرأس. لا يجوز لي أن أقدم التيمم قبل ذلك، ولا يجوز لي أن أؤخر التيمم إلى بعد الرأس. لابد أن يكون التيمم عند تطهير العضو المصاب، لا قبل ولا بعد. لماذا؟ لأننا نتكلم على الوضوء، الآن نتكلم على طهارة الوضوء، والترتيب فرض في الوضوء، واضح؟ وإلى ذلك أشار صاحب الزبد بقوله: وليتيمم محدث إذ غسل، إذ يعني حين، وليتيمم محدث إذ غسل عليله ثم الوضوء كمل، ثم يكمل الوضوء. فهمنا؟ هذا إذا كان، بارك الله فيكم، يتوضأ. أما إذا كان جنبا فإنه يجوز له أن يتيمم أولا ثم يغتسل، ويجوز له أن يغتسل ثم يتيمم، لأن الجنب لا يجب عليه الترتيب، واضح؟ ولذلك قال لكم صاحب الزبد: وجنبا خيره أن يقدم الغسل أو يقدم التيمم. فالجنب مخير، إذا شاء تيمم ثم اغتسل، وإذا شاء اغتسل ثم تيمم. قال لكم المصنف رحمه الله تعالى، وأعيد قراءة كلامه، قال: وإذا كان على بدنه جراحة يضر بها الماء، غسل الصحيح واحد، وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، ويكون التيمم، متى يكون التيمم؟ وقت غسل العليم، لا قبل ولا بعد. هذا إذا كان محدثا حدثا أصغر، هذا في الوضوء. قلت لك: أما في الجنابة فيمكن أن يقدم التيمم على الغسل، ويمكن أن يؤخر التيمم عن الغسل. قال: ويكون التيمم وقت غسل العليم، ويجب، هذا الأمر الثالث، ويجب مسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها. وتفهم من هذا الكلام أنه إذا أمكن إخراج الجبيرة، فإنه يجب عليه إخراجها إذا لم يتضرر بذلك. أما إذا كان يتضرر بذلك فلا يجب، ويفعل ما ذكرناه لكم الآن، واضح؟ واضح. ثم هنا مسألة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى
في هذا المختصر، وهي تتعلق بإعادة الصلاة. هل صاحب الجبيرة يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ الآن عرفنا كيف يتطهر صاحب الجبيرة، عرفنا كيف يتوضأ وكيف يغتسل. توضأ وصلى 5 أيام، بعد 5 أيام شوفي أزال الجبيرة، هل يعيد الصلوات هذه أو لا يعيدها؟ واضح وغير واضح؟ هو لم يذكر هذا، نذكره أو نتركه؟ نذكره، لكن يحتاج إلى قليل تركيز، يعني نتساعد في هذا إن شاء الله. انتبه معي، الجبيرة قد تكون على عضو تيمم وقد تكون على غير عضو تيمم. كم هذه حالات؟ حالتين. الجبيرة هذه قد تكون في الوجه وفي اليدين، هذه أعضاء تيمم، لأن التيمم له عضوان، وجه ويدين فقط. وقد تكون على غير عضو تيمم، كأن كانت الجبيرة في الرأس أو كانت الجبيرة في القدم مثلا. واضح؟ إذن نقول الجبيرة إما أن تكون على عضو، إما أن تكون على عضو تيمم أو تكون على غير عضو تيمم. واضح أو غير واضح؟ واضح. ثم إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم فلها 3 حالات، إما أنها تأخذ من الصحيح قدر الاستمساك، عفوا، إما أنها لا تأخذ، الحالة الأولى أنها لا تأخذ من الصحيح شيئا، هذه الحالة الأولى نرتبها كذا أحسن. والحالة الثانية أنها تأخذ من الصحيح قدر الاستمساك. واضح؟ الحالة الثالثة أنها تأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك. كم حالات هذه؟ أعطيكم مثال. نفترض على سبيل المثال هذه القدم الآن هي على غير عضو تيمم، الإصابة هنا إما أن تكون الجبيرة، طبعا الجبيرة كما قلت لك قد تكون جبيرة، قد يكون مرهم، قد يكون كريم، قد يكون بلاستر، إما أن يكون فقط على هذا المقدار، يعني لو كان كريم على سبيل المثال ممكن يكون على هذا المقدار فقط دون زيادة، صح؟ إذن هذه الحالة الأولى، لا يأخذ من الصحيح شيئا، لا يأخذ شيئا من الصحيح، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن الجبيرة تأخذ من الصحيح شيئا من أجل أن تثبت، من أجل أن تستمسك. واضح؟ فمثلا الطبيب عندما يضعها يأخذ قليلا من هنا وقليلا من هنا، انظر، حتى تثبت، فأخذ من الصحيح شيئا من أجل أن تشد الجبيرة، هذه الحالة الثانية. تمام؟ الحالة الثالثة أنه يأخذ من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك، يعني إذا كان قدر الاستمساك إلى هنا الطبيب أخذ هكذا فزاد على قدر الاستمساك. كم صارت الحالات؟ 3 حالات. إما أن تكون الجبيرة على قدر
العلة أو تأخذ من الصحيح شيئا للاستمساك أو تأخذ من الصحيح مقدارا زائدا على قدر الاستمساك. ثلاث حالات، واضح؟ ثم إذا أخذت من الصحيح قدر الاستمساك فهذا له حالتان، إما أن يكون وضع الجبيرة على طهارة، يعني عندما وضعت الجبيرة كان متوضئا متطهرا، وإما أن يكون وضع الجبيرة على حدث. كم صارت الحالات الآن؟ كلها كم صارت الحالات؟ خمس حالات. إما أن تكون الجبيرة على عضو تيمم واحد، وإما أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم لا تأخذ من الصحيح شيئا، وإما أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على طهارة، وإما أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك ووضعت على حدث، وإما أن تكون الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك. كم صارت الحالات؟ خمس حالات. نقول إذا كانت الجبيرة على عضو تيمم فإنه يعيد الصلاة بعد أن يفك الجبيرة، إذا كانت الجبيرة في الوجه أو في اليدين بعد أن يحل الجبيرة خمسة أيام، أسبوع، شهر، شهرين، أكثر، أقل، يعيد الصلوات. تمام؟ سأقرر ما يقوله فقهاء الشافعية. هذه الحالة الأولى. حالة ثانية، إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئا لا يعيد. إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعها على طهارة لا يعيد. إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح قدر الاستمساك لكنه وضعها على حدث يعيد. إذا كانت الجبيرة على غير عضو تيمم وأخذت من الصحيح زيادة على قدر الاستمساك يعيد. فصارت عندنا خمس حالات، ثلاث حالات يعيد وحالتان لا يعيد. هذا معتمد مذهب الشافعية عليهم رحمة الله. واختار بعض الشافعية كالمزني تلميذ الشافعي والنووي والبلقيني وجلال الدين المحلي أنه لا إعادة عليه مطلقا، لأن الإعادة لا بد فيها من أمر جديد ولا يوجد هذا الأمر. واضح؟ هذا قول من ذكرت لكم من فقهاء الشافعية: المزني، النووي، البلقيني، المحلي وآخرين. واضح؟ لكن هذا المعتمد في المذهب أن هنالك خمس حالات، ثلاث حالات تجب فيها الإعادة وحالتان لا تجب فيها الإعادة. واضح؟ وذكرت لكم هذا لأنكم قد تقرؤوا في مختصر أبي شجاع هو ذكر هذا، وقد تقرؤوا في شرح بن قاسم أو في كفاية الأخيار ستجدون هذا. هذا تلخيص لما ستجدونه ربما مفرقا في هذه الكتب التي ذكرتها لكم. بعد ذلك نستمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فروض التيمم خمسة. الأول نقل التراب، الثاني النية. طيب لاحظ معي، جاء النية، تقدم معنا في الدرس الماضي أن النية كم لها أحكام؟ سبعة أحكام. نريد أن نطبق الآن ما تعلمناه. قال النية: وهي نية استباحة الصلاة. أولا، ما حكم النية في التيمم، واجبة أو مستحبة؟ ها؟ كيف عرفت أنها واجبة؟
من قوله فروض التيمم. فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية. إذن نعرف بهذا أن النية في التيمم واجبة، واضح؟ هذا الأمر الأول، هذا حكم النية في التيمم. الأمر الثاني قال: وهي نية استباحة الصلاة. عن ماذا يتحدث؟ هل يتحدث عن الشرط، أو يتحدث عن الزمن، أو يتحدث عن الكيفية، أو يتحدث عن الماهية؟ عن ماذا يتحدث؟ عن الكيفية. كيف تنوي في التيمم؟ يقول لك: في التيمم تنوي استباحة الصلاة، في التيمم لا تنوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما يبيح الصلاة، واضح؟ فقال: وهي نية استباحة الصلاة. فإذا كانت الصلاة فرضا، أي ستصلي ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا، نوى استباحة فرض الصلاة، واضح؟ ويجب قرنها بوضع اليد على التراب. عن ماذا يتحدث الآن؟ ها؟ عن الزمن. متى تنوي؟ يقول: عندما تضع يدك على التراب تنوي، لأن النية تكون في أول العبادة، كما تقدم في تعريفها: النية قصد الشيء مقترنا بفعله. فيقول: عندما تضع يدك على التراب تنوي. ولذلك قال: ويجب قرنها بوضع اليد على التراب. واستدامتها، أي استدامة النية إلى مسح شيء من الوجه. وهذا الذي ذكره، أن النية يعني مثلا أتيمم هنا وضعت يدي على التراب أنوي، وتبقى النية حاضرة حتى أمسح شيئا من الوجه. فلو وضعت يدي والنية موجودة ثم عندما رفعت غابت النية، ولما مسحت وجهي استحضرتها مرة أخرى، واضح؟ قال: لا يصح، لا بد أن النية تبقى حاضرة من نقل التراب، واضح؟ من حين نقل التراب إلى أن تمسح تكون النية حاضرة في هذا الوقت، واضح؟ هذا ما قرره المصنف. انظر ماذا قال: واستدامتها إلى شيء، إلى مسح شيء من الوجه. هذا ما قرره المصنف، وهو ما اعتمده ابن حجر الهيتمي، لكن الرملي رحمه الله قال: لا تشترط الاستدامة، يكفي أن تكون النية حاضرة عند أخذ التراب وعند مسح الوجه، حتى وإن عزبت في أثناء ذلك، أي حتى وإن غابت في أثناء ذلك. قال رحمه الله تعالى: والثالث مسح الوجه، والرابع مسح اليدين مع المرفقين. مسح اليدين مع المرفقين. قد يقول قائل: لماذا قال فقهاء الشافعية مع المرفقين أو إلى المرفقين؟ الجواب: لأنه ثبت بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أنه قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين مع المرفقين. يقول قائل: ألم يأتي في الحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنما يكفيك أن تفعل هكذا، وضرب ضربة، وفي رواية وضرب ضربة ومسح وجهه وكفيه؟ نقول: جاء هذا في حديث عمار، لكن الإمام الشافعي رحمه الله لم يبلغه حديث عمار بإسناد صحيح، ولذلك قال الإمام الشافعي: لو صح حديث عمار لقلت به، لو صح لقلت به، مع أن حديث عمار مخرج في الصحيحين، لكن الإمام الشافعي كما تعلمون لم يقرأ الصحيحين، صح؟ لم يقرأ الصحيحين، لأن الإمام الشافعي مات وعمر البخاري 10 سنوات. مات الشافعي وعمر البخاري كم سنوات؟ 10 سنوات. البخاري رحمه الله تعالى ولد في سنة 194، والإمام الشافعي مات في سنة 204. فلما مات الشافعي كان عمر البخاري 10 سنوات، لم يقرأ صحيح البخاري ولم يقرأ صحيح مسلم، واضح؟ على كل حال، قال هنا: ومسح اليدين مع المرفقين. والخامس الترتيب، فالترتيب فرض في التيمم، لا بد أن يقدم الوجه ثم اليدين، فلو عكس لا يصح تيممه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشروط التيمم القصد إلى التراب.
أي أن يقصد أخذ التراب. تفضل. بسم الله. بسم الله. نعم. 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 ولذلك التيمم عندنا مطهر، نحن نقول إن التيمم مطهر. ومر معنا في درس أمس أن مقاصد الطهارة أربعة: وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم. فالتيمم مطهر لكنه لا يرفع الحدث. نحن نقول إنه مطهر لكن نقول أيضا لا يرفع الحدث، إنما يبيح الصلاة. لماذا نقول أنه لا يرفع الحدث؟ لو كان التيمم يرفع الحدث ثم تيممت ووجدت الماء لا يجب عليك أن تستعمل الماء لأن حدثك مرفوع. صح. على سبيل المثال أنا لم أجد الماء تيممت، لو قلت إن التيمم يرفع الحدث ثم وجدت الماء لماذا أتوضأ؟ هل يجب علي الوضوء أو لا يجب؟ لماذا أتوضأ؟ قد ارتفع الحدث لماذا أتوضأ؟ واضح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. فهذا يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص في سرية فأصابته جنابة فخاف من البرد فلم يغتسل وتقدم بأصحابه وصلى بهم الفجر. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى به أصحابه، قالوا: يا رسول الله صلى بنا ولم يغتسل وقد أصابته جنابة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ سماه جنبا مع أنه تيمم، ولو كان التيمم يرفع الحدث لما سماه جنبا. فدل هذا على أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. واضح أو لا؟ وهناك أدلة كثيرة لكن هذا نكتفي به. على كل حال التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. وبعضهم يقول إن فقهاء الشافعية أيضا أو من يقول بهذا القول ليس عندهم دليل، وهذا غير صحيح. عندهم دليل ودليل قوي أيضا، بل دليل من يخالفهم أضعف من دليلهم. على كل حال نعود إلى درسنا. الحمد لله أنني قبل أن أدرس الفقه الشافعي درست في دار الحديث 5 سنوات، فأعرف الحديث وأحفظ كثيرا من الأحاديث وأعرف كيف أستدل للشافعية. بعض الشافعية للأسف لأنهم لم يعتنوا بالحديث، لم يدرسوا الحديث، عندهم فقط فروع فقهية، لكن إذا سألته ما دليلكم ربما يعجز أن يأتي بالدليل. واضح. لكن كما قلت لكم بالأمس الآن هو مبحث فقه، ولذلك لا أذكر كثيرا من الأدلة، وإلا فهنالك أدلة كثيرة تصب في صالحهم. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وشروط التيمم القصد إلى التراب. وبالتالي قال لكم الفقهاء لو كان جالسا هكذا مثلا، انتبه معي، لو كان جالسا هكذا فجاءت الريح فيها تراب إلى وجهه فصلح هكذا، عمل هكذا، ما يكفي، ما يكفي هذا، لأنه لم يقصد. ولذلك قالوا لو سفت الريح التراب إلى وجهه فردده عليه لا يكفي، لابد أن يقصد التراب. لأن التيمم في اللغة معناه ماذا؟ ما معنى التيمم في اللغة؟ القصد. قال الله عز وجل: فتيمموا فاقصدوا صعيدا طيبا. واضح. قال الثاني: أن يكون التراب طاهرا، أي أن يكون التراب طهورا. ولذلك قال المصنف: أن يكون التراب طاهرا طهورا خالصا عن الخليط. وهنا من المناسب جدا أن أذكر لكم أن التراب ينقسم إلى 3 أقسام، كما أن الماء ينقسم إلى 3 أقسام. خلاص أمسح هذا.
ينقسم التراب إلى ثلاثة أقسام، إلى تراب خالص، عفوا، إلى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. ما هو التراب الطهور؟ التراب الطهور هو التراب الخالص الطاهر غير، خلاص، هو التراب الخالص الطاهر غير المستعمل، نعم هكذا. التراب الخالص واحد، الطاهر اثنين، غير المستعمل ثلاثة. كم قيود هذه؟ ثلاثة قيود. التراب الخالص، ما معنى الخالص؟ أي الذي لم يختلط بشيء آخر. فلو اختلط التراب بدقيق مثلا، أو اختلط التراب بجس مثلا، هذا مثل هذا الجس أبيض، مثل هذا الأبيض الذي يكون في الجدار، هذا الذي في الجدار الأبيض، تمام؟ أو اختلط التراب مثلا برماد، واضح؟ إذا اختلط التراب بشيء آخر فهذا تراب غير خالص، لا يصح التيمم به. إذن لابد أن يكون التراب خالصا، ولا بد أن يكون التراب طاهرا. فلو كان التراب نجسا كتراب مثلا لحسه الكلب، تمام، أو بال عليه كلب، أو أصابته نجاسة أخرى، فهذا يندرج هنا، تمام. والشرط الثالث أن يكون التراب غير مستعمل، هذا التراب الذي يصح التيمم به. أما التراب الطاهر فينقسم إلى قسمين، تراب خالطه شيء من الطاهرات، كما لو خالطه دقيق كما قلت لك، أو جس أو ما شابه ذلك. والقسم الثاني تراب مستعمل. ما هو التراب المستعمل؟ التراب المستعمل هو ما التصق بالعضو أو تناثر من العضو. مثلا تيممت، ضربت الضربة الأولى، مسحت الوجه، ضربت الضربة الثانية، مسحت اليدين، هنالك تراب لصق في اليدين ولصق في الوجه، هذا التراب مستعمل. فلو جاء شخص آخر يأخذ التراب من هنا ليتيمم لا يصح تيممه، واضح؟ التراب الذي تناثر من هنا وتناثر من هنا هذا تراب مستعمل، فلو أخذه شخص آخر ليتيمم به لا يصح تيممه، واضح أو لا؟ التراب الذي أخذت منه، التراب الذي هنا أخذت منه، هذا تراب طهور ليس مستعملا، إنما يكون مستعملا ما التصق بالعضو أو تناثر منه. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله: ولو غبار الرمل لا مستعمل ملتصقا بالعضو أو منفصلا، واضح أو لا؟ إن شاء الله. هذا بالنسبة للتراب الطاهر لا يصح التيمم به. القسم الثالث التراب النجس، وهو التراب الذي أصابته نجاسة. إذن هذا باختصار أقسام التراب، وهي تشبه أقسام المياه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن يكون، أي التيمم، بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وأن يكون بعد دخول الوقت. انتبه معي، يجب أن يكون التيمم بعد دخول الوقت، لأن التيمم طهارة ضرورة، طهارة بديلة، ليست طهارة أصلية. التيمم طهارة ضرورة، وقبل دخول الوقت لا توجد ضرورة للصلاة. متى تجب عليك الصلاة؟ إذا دخل الوقت. قبل دخول الوقت لا توجد ضرورة، وبالتالي لا يصح التيمم مثلا لصلاة الظهر قبل دخول وقت الظهر، ولا يصح التيمم لصلاة العصر قبل دخول وقت العصر، واضح؟ قد يقول قائل: نريد دليلا. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي إيش أدركته الصلاة. ما معنى أدركته الصلاة؟ أي دخل عليه وقت الصلاة، فعنده طهوره، أو فعنده طهوره، أو فليتيمم كما جاء في الرواية الأخرى. فهذا الحديث يدل على أن التيمم إنما يكون إذا أدركته الصلاة، أي إذا دخل عليه وقت الصلاة،
ومفهوم المخالفة أنه إذا لم تدخل عليه وقت الصلاة فليس له أن يتيمم، واضح أو لا؟ وهنالك أدلة أخرى لكن هذا من أظهرها. على كل حال نقول التيمم طهارة ضرورة، فلا يصح التيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة. إذا كانت الصلاة صلاة فرض وقت دخولها واضح معروف، لكن إذا كانت الصلاة صلاة نفل فذلك، إذا كانت نفل مؤقت كصلاة الضحى فلا يتيمم إلا بعد دخول وقت الضحى، وإذا كانت صلاة وتر مثلا لا يتيمم إلا بعد دخول صلاة الوتر، وقس على هذا غيره. إذا كانت صلاة جنازة فلا يتيمم لها إلا بعد تغسيل الميت، لأن صلاة الجنازة لا تصح على الميت قبل أن يغسل، واضح؟ إذن نقول لا يتيمم لصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا إلا بعد دخول وقتها. قالوا أن يكون بعد دخول الوقت، وأن يجدد التيمم لكل فرض. في التيمم كما قلت لكم في الدرس الأول إن التيمم طهارة مبيحة لكن من بعض الوجوه ليس من كل الوجوه، ولذلك في التيمم لا يجمع بين فرضين بتيمم واحد، بل عليه أن يجدد التيمم لكل صلاة فرض، أي لكل صلاة فرض عين. أما إذا كان فرض كفاية ممكن أن يجمع، يعني ممكن بتيمم واحد تصلي الظهر وصلاة الجنازة ممكن، لكن تريد أن تصلي الظهر والعصر بتيمم واحد لا يمكن، حتى وإن كنت تجمع بين الصلاتين، تصلي الصلاة الأولى تتيمم، تصلي الصلاة الأولى تسلم تتيمم تصلي الصلاة الثانية، واضح؟ وهذا جاء نقلق هذا؟ نعم أحسنت جزاك الله خيرا. وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال من السنة التيمم لكل صلاة، وقول الصحابي من السنة له حكم الرفض، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذه الآية تفيد ماذا؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم تفيد ماذا؟ تفيد وجوب الوضوء كلما قمت إلى الصلاة، صح؟ كلما صليت الظهر تتوضأ، العصر تتوضأ، المغرب تتوضأ، العشاء تتوضأ، كلما قمت تتوضأ، لأنها أداة شرط، كقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. كل سنة تشهد الشهر تصوم، صح؟ أو تصوم مرة في العمر، ها؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن في كل صلاة لابد أن تتوضأ، والتيمم في نفس الآية: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أي وكلما صليت ولم تجد ماء فتيمم. إذن نقول نستفيد من الآية أن الوضوء واجب لكل صلاة فرض، وأن التيمم واجب لكل صلاة فرض، هذا ما نستفيد من الآية. ثم جاءت السنة وبينت أنه يجوز أن تجمع بين فروض بوضوء واحد. ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فسأله عمر فقال: عمدا فعلته، فعلت ذلك عمدا. إذن دلت السنة على أنه يجوز في الوضوء أن تجمع بين فروض بوضوء واحد، هذا في الوضوء. وبقي التيمم على الأصل أنه لا بد أن تتيمم لكل فرض، فالآية تدل أيضا على وجوب أن يتيمم لكل فرض، ويقوي هذا الاستدلال ما قاله ابن عباس رضي الله عنه: من السنة التيمم لكل فرض. وهذا أحد الفروق بين الوضوء والتيمم، أن الوضوء يجوز أن تجمع به بين فرضين فأكثر، أما التيمم فلا بد أن تتيمم لكل فرض. وإلى ذلك أشار صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال: وردة تبطل للتوضي، أي أن الردة تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء، الردة تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء، وردة تبطل للتوضي جدد تيمما لكل فرض، أي في كل فرض
عيني لا بد أن تجدد تيمم. أما إذا كان فرض كفاية فلا يجب عليك أن تجدد التيمم، وهذه فيها تفاصيل وبعض الاستثناءات، لكن ليس هذا محل ذكرها الآن. قال رحمه الله تعالى: وأن يجدد التيمم لكل فرض، وأن يفتش على الماء قبل التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. يعني لابد أولا أنك تبحث، فإن بحثت ولم تجد فتيمم. إذن طلب الماء لابد منهم. قال: وأن يفتش عن الماء قبل التيمم وبعد دخول الوقت. أين يفتش عن الماء؟ قال: في رحله ورفقته وحواليه، وينادي من معه ماء، من معه ماء ولو بالثمن. واضح؟ قال رحمه الله: وأن يفتش على الماء قبل التيمم وبعد دخول الوقت في رحله ورفقته وحواليه، وينادي من معه ماء. ومن لم يجد ماء ولا ترابا، ليس عنده ماء وليس عنده تراب، هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين، لا ماء ولا تراب، كيف يصلي؟ هذا يصلي ثم يعيد الصلاة. واضح؟ قال: ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قلة جبل، يعني على رأس جبل، لا ماء عنده ولا تراب، صلى الفرض وأعاد، لأن هذا عذر نادر، عذر نادر. وإذا كان عذرا نادرا فإنه يصلي لحرمة الوقت ويجب عليه أن يعيد. هذا هو المعتمد في المذهب، وقلت لكم بناء على قول المزني الذي اختاره النووي والبلقيني والمحلي أنه لا إعادة عليه، لكن المعتمد في المذهب أنه يصلي ويعيد. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز التيمم للبرد، أي إذا كان الجو باردا ولم يجد ما يسخن به الماء فيجوز له أن يتيمم، لكنه إذا تيمم للبرد فإنه يصلي ويعيد أيضا، لأن عذر البرد عذر نادر، فالإنسان من النادر أنه لا يجد ما يسخن به الماء. وكل عذر نادر، كل عذر نادر لا يدوم، قال فيه فقهاء الشافعية: يجب عليه أن يصلي ويعيد. هذا عندهم كالقاعدة، كالقاعدة، كل عذر نادر لا يدوم لا يستمر يجب عليه أن يصلي ويعيد، يصلي لحرمة الوقت ويعيد الصلاة، وبناء على قول المزني رحمه الله لا إعادة عليه كما تقدم. قال: ويجوز التيمم للبرد إذا فقد ما يسخن به الماء، أو كان لا تنفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها، يعني قد يجد ما يسخن به الماء لكنه بعد أن يتوضأ أو بعد أن يغتسل لا يستطيع، الجو بارد، واضح، لا يستطيع ولا يمكن أن يدفئ نفسه. قال: أو كان لا تنفعه تدفئة أعضائه بعد غسلها أو لا يقدر عليها. ثم قال رحمه الله: ويقضي المتيمم للبرد والمتيمم العاصي بسفره. يقضي المتيمم للبرد، قلت لكم لماذا يقضي؟ لأنه عذر نادر لا يدوم، واضح؟ والمتيمم العاصي بسفره أيضا يقضي الصلاة، لماذا؟ لأن التيمم له رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي، الرخص لا تناط بالمعاصي كما هو في القواعد الفقهية، وهذه قاعدة قال بها الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية، وسيأتي إن شاء الله عز وجل ذكرها لاحقا عند الكلام على قصر الصلاة وجمعها. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك فصل: وأقل الحيض يوم وليلة. أقل الحيض، الحيض هو دم طبيعة وجبلة يخرج من فرج المرأة، والدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة: الدماء الخارجة من فرج المرأة ثلاثة، دم حيض ودم نفاس ودم استحاضة. دم حيض يخرج على سبيل الطبيعة والجبلة من المرأة التي بلغت 9 سنين قمرية، هذا وقت إمكان الحيض،
فأقل سن تحيض فيه المرأة 9 سنين قمرية. ودم النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة أي بعد فراغ الرحم، أما الدم الذي يخرج مع الولادة فليس دم نفاس، واضح؟ وكذلك الذي يخرج قبل الولادة ليس دم نفاس، دم النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة، تمام؟ دم الاستحاضة هو دم فساد يخرج بسبب انقطاع عرق في فرج المرأة، وهذا الدم لا تترتب عليه أحكام، بل إن المرأة المستحاضة حكمها حكم الطاهرات، أي يجب عليها أن تصلي وأن تصوم وأن تفعل ما يفعله الطاهرات. فبدأ المصنف رحمه الله تعالى بالكلام على بعض أحكام الحيض، فقال: وأقل الحيض يوم وليلة أي 24 ساعة، فإذا نقص الدم النازل من المرأة عن هذه المدة فهذا ليس دم حيض بل هو دم استحاضة. قال: وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما، أي إذا زاد الدم على 15 يوما فإنه ليس دم حيض. قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7، أي غالب النساء حيضهن ما بين 6 أيام إلى 7 أيام. ثم قال: ويحرم بالحيض والجنابة الصلاة، هذا واضح، الصلاة تحرم على الحائض وعلى الجنب وعلى المحدث حدثا أصغر، والطواف ومس المصحف وحملهم، وهذا كله تقدم أنه يحرم على المحدث حدثا أصغر، فمن باب أولى الجنب ومن باب أولى من؟ من باب أولى الحائض. قال رحمه الله تعالى: ويحرم بالحيض والجنابة الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد. يحرم على الجنوب اللبث في المسجد، ويحرم على الحائض اللبث في المسجد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب يجوز له المرور لكن لا يجوز له اللبث في المسجد، واضح؟ قال رحمه الله: واللبث في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة، أي إذا قرأ القرآن بقصد القراءة فإنه يحرم عليه، يحرم على الجنب ويحرم على الحائض أن تقرأ القرآن بقصد القراءة. أما إذا قرأت القرآن بقصد الذكر، مثلا الجنب على سبيل المثال ركب السيارة فقال ذكر الركوب: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، لا يحرم عليه لأنه قصد الذكر. أو أراد النوم فقرأ المعوذات لأنه أو لأنها ذكر النوم، لا يحرم عليه. أو أصبح أو أمسى فقرأ آية الكرسي لأنها من أذكار الصباح والمساء، لا يحرم عليه. إذا قرأ القرآن بقصد الذكر لا يحرم عليه، أما إذا قرأه بقصد القراءة فيحرم عليه. كم حالات؟ حالة. طيب، إذا قرأ القرآن بقصد الذكر لا يحرم، إذا قرأه بقصد القراءة يحرم، أحسنتم. إذا قرأه بالقصدين معا يحرم، تمام. وإذا أطلق فحصل خلاف، قال بعضهم يحرم وقال بعضهم لا يحرم، يعني إذا أطلق لم يقصد شيئا، قرأ ولم يقصد لا للذكر ولا للقراءة، قال بعضهم يحرم وقال بعضهم لا يحرم. إذن كم صارت عندنا الآن حالات؟ 4 حالات. قال رحمه الله تعالى: واللبث في المسجد وقراءة القرآن بقصد القراءة. ويحرم على الحائض وحدها الصوم، الجنب لا يحرم عليه الصوم، الحائض يحرم عليها الصوم. ويحرم عليها عبور المسجد إن خافت تلويثه، يحرم عليها أن تعبر، تدخل من هذا الباب
وتخرج من هذا الباب إن خافت تلويثه، أما إذا أمنت التلويث فيكره لها. واضح؟ إذا أمنت تلويث المسجد يكره لها، تمام؟ قال وعبور المسجد إن خافت تلويثه، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، أي يحرم على الزوج أن يستمتع بزوجته في أثناء الحيض بما بين السرة والركبة. وهذا الاستمتاع يشمل الاستمتاع باللمس ويشمل الاستمتاع بالرؤية، فيحرم عليه الاستمتاع بالرؤية والاستمتاع باللمس من فوق حائل، من دون حائل، المقصود من دون حائل في أثناء الحيض بما بين السرة والركبة. فقال المصنف رحمه الله تعالى والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. ولذلك جاء في حديث عائشة في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأأتزر فيباشرني وأنا حائض، لكن متى؟ بعد أن تضع الإزار، والإزار يغطي ما بين السرة والركبة. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يحل لي من امرأتي إذا حاضت؟ قال لك ما فوق الإزار. فدل هذا على أن ما دون الإزار، ما دون الإزار لا يحل لهم. هذا مذهب الشافعية، وبعض الفقهاء قالوا الذي يحرم الجماع فقط ولا يحرم هذا. واضح؟ قال رحمه الله تعالى والاستمتاع فيما بين السرة والركبة. والجماع في الحيض من الكبائر، أي أن الرجل إذا جامع زوجته في أثناء الحيض فقد ارتكب كبيرة. ويستحب له أن يتصدق بدينار إذا جامع في بداية الحيض، وأن يتصدق بنصفه إذا جامع في آخر الحيض. يستحب له في مذهبنا، وتعرفون كم الدينار أو لا؟ الدينار 4.25 جرام من الذهب، 4.25 جرام من الذهب. أظن الجرام الواحد سعره 600,000 روبية، الجرام الواحد 4 جرامات يطلع 2,400,000، وربع ممكن نقول ربع يعني يمكن 2,800,000 هكذا. هذا يستحب له عندنا عند الشافعية، يستحب له إذا جامع زوجته أن يتصدق بدينار إن كان في بداية الحيض، أو بنصفه إذا كان في نهايته. وعند الحنابلة يجب، إذا جامع في أثناء الحيض يجب عليه أن يتصدق بدينار، نفس الكلام إذا كان في حال وفور الدم، أي فوران الدم، كثرة الدم، أو بنصفه في حال ضعف الدم. عند الحنابلة واجب، وعند الشافعية مستحب. قال المصنف رحمه الله والجماع في الحيض من الكبائر، ويجب عليها قضاء الصوم، قضاء صوم رمضان دون قضاء دون الصلاة. ثم قال رحمه الله إذن كم أشياء تحرم على الحائض؟ كم أشياء تحرم على الحائض؟ نعدها مرة أخرى، انتبهوا معي. الصلاة تحرم، صح؟ الطواف، مس المصحف، حمل المصحف، صح؟ قراءة القرآن، صح؟ دخول المسجد، تمام؟ إن خافت تلويثه، الاستمتاع بما بين السرة والركبة للزوج، الجماع للزوج، الصوم، كم هذه؟ 9 بس، فقط 9 أو نزيد؟ يمكن نزيد أو لا؟ لا نزيد. ويحرم على الزوج أن يطلقها وهي حائض، صح؟ يحرم على الزوج أن يطلقها وهي حائض، الطلاق. نزيد أو نقف؟ نزيد. ويحرم عليها أن تتطهر بنية التعبد في أثناء الحيض، تتوضأ لرفع الحدث، هذا تلاعب بالعبادة، أنت متلبسة بالحدث فكيف تنوين رفع الحدث؟ في أثناء الحيض تغتسل بنية رفع الحدث، هذا تلاعب، فيحرم عليها أن تتطهر في أثناء الحيض بنية التعبد. واضح وغير واضح؟ واضح إن شاء الله. إذن هذا
أو هذه 11 شيئا تحرم بسبب الحيض، تحرم بسبب الحيض. هذه 11 شيئا هكذا، هكذا 10 وهكذا 1. هذه 11 شيئا التي تحرم بسبب الحيض إلى متى يستمر تحريمها؟ إلى متى يستمر تحريمها؟ هل يستمر تحريمها إلى أن ينقطع الدم، أو يستمر التحريم إلى أن تغتسل؟ ها؟ بعضها يستمر تحريمها إلى انقطاع الدم، وبعضها إلى الاغتسال. نقول انتبه معي، هذه الأشياء كلها يستمر تحريمها إلى الاغتسال إلا ثلاثة. يستمر تحريمها إلى الاغتسال، يعني تبقى حرام عليها حتى تغتسل، إلا ثلاثة ينتهي تحريمها بانقطاع الدم. ما هي هذه الثلاثة؟ الصوم، إذا انقطع الدم جاز لها الصوم، وإن لم تغتسل. الطلاق، فإذا انقطع الدم جاز لزوجها أن يطلقها وإن لم تغتسل. التطهر بنية التعبد، إذا انقطع الدم جاز لها أن تغتسل، جاز لها أن تتطهر. واضح أو لا؟ فنقول هذه الأشياء يستمر تحريمها إلى الاغتسال إلا ثلاثة: الصوم، الطلاق، التطهر بنية التعبد. قال لكم مصنف رحمه الله تعالى هنا: ويجب عليها قضاء صوم رمضان دون الصلاة، وإذا انقطع الدم حل لها الصوم قبل الغسل. انظر، ذكر الصوم فقط وأضفنا إلى الصوم أشياء أخرى: التطهر بنية التعبد الذي هو الغسل والطلاق، تمام. ثم قال المصنف رحمه الله: ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، لأن غالب أحكام النفاس كأحكام الحيض في الغالب، تمام. قال: والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. وقلت لك إن الذي يخرج مع الولادة أو يخرج قبلها فليس دم نفاس. نكون بهذا انتهينا من الطهارة، وسندخل في الصلاة. لا توجد استراحة، استراحة فقط ربع ساعة تكفي يا فردوس، صح؟ لا بد أن تعدل في الجدول، لأننا نريد أن نكمل الكتاب، والاستراحة فقط ربع ساعة، تمام؟ إكمال الكتاب أهم للاستراحة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة. الصلاة بارك الله فيكم، الصلاة معناها لغة الدعاء، وقال بعض العلماء: الصلاة الدعاء بخير، ليست الدعاء مطلقا، الدعاء بخير. وأما تعريفها شرعا: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم دائما أو غالبا؟ غالبا، ليس دائما، بدليل أن الأخرس، تعرفون الأخرس الذي لا يتكلم، يصلي لكن ليس عنده أقوال، صح أو لا؟ إذن نقول الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، لأن الأخرس يصلي لكن ليس عنده أقوال. فهمنا أو لا؟ أيوة. إذن ما هي الصلاة؟ أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا. وإذا لا تريد غالبا عادي، يمكن تتركها وفي المستقبل تأتي بها إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: الصلوات المكتوبات خمس. الصلوات المكتوبات كم؟ خمس. الصلوات المكتوبات أي الفرائض خمس: الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها بغير عذر من الكبائر. تقديم الصلاة على وقتها من الكبائر، تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر من الكبائر. ما هو العذر؟ هنالك عدة أعذار تجوز تأخير الصلاة عن وقتها، منها النسيان، ومنها النوم،
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. هذا عذر. ومنها الإكراه، ومنها جمع التأخير. فجمع التأخير عذر في تأخير الصلاة عن وقتها. وهذه كم أعذار؟ أربعة: النوم، النسيان، الإكراه، جمع التأخير. صح؟ قال لكم صاحب الزبد رحمه الله تعالى: لا عذر في تأخيرها إلا لساه. ما معنى ساه؟ ناسي، سهو، ساهي. لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو لكراه. كم هذه؟ أربعة: لا عذر في تأخيرها إلا لساه أي ناسي، أو نوم أو للجمع أو لكراه. أربعة أعذار. هذه أعذار تأخير الصلاة عن وقتها. قال المصنف رحمه الله: وأول وقت الظهر كذا وكذا وكذا. الآن سأشرح هذا. أرجو أن تنتبهوا لهذا الذي سأكتبه لأنه مهم جدا. انتبه معي. هذه الجهة نفترض أنها جهة الشرق، هذه جهة الشرق باللغة الإنجليزية ويست، هكذا تمام، وهذه ويست، هذه جهة الشرق وهذه جهة الغرب، تمام. الشمس تشرق من هنا. عندما تشرق الشمس وهذا عمود هنا واقف، كانت المساجد القديمة في كثير من البلاد ومنها في اليمن، كل مسجد عنده في الضاحي هنا في هذه الرحبة يوجد عمود يسمى شاخص، لا أدري هنا كان موجودا، ربما يوجد في المساجد القديمة. هذا عمود، هذا من خلال هذا العمود يعرفون متى يدخل وقت الصلاة ومتى يخرج. هذا شاخص يسمى الشاخص. ماذا يسمى؟ شاخص، أو يمكن أن تسميه عمود، تمام. عندما تطلع الشمس من الشرق هذا العمود يكون له ظل. في أي اتجاه يكون الظل؟ في هذا الاتجاه أو في هذا الاتجاه؟ هنا، صح؟ هنا يكون الظل، الظل يكون في هذا المكان. طيب نفترض أن الظل هنا، عندما ترتفع الشمس ماذا يحصل للظل؟ يزيد أو ينقص؟ ينقص. ثم ترتفع الشمس ينقص 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 حتى تكون الشمس في وسط السماء. فإذا كانت الشمس في وسط السماء، إذا كانت الشمس في وسط السماء فإن هذا الظل إما أن يختفي تماما أو يبقى منه جزء بسيط، جزء بسيط. هذا الجزء البسيط ماذا يسمى؟ يسمى في الزوال، أو يسمى ظل الاستواء، أو يسمى ظل الاستواء. هذا الجزء البسيط. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغرب هنا، ذهبت الشمس إلى جهة الغرب، هذا الظل ماذا يحصل له؟ أين يذهب؟ يتحول هنا. نعم. وكيف تعرف أن الشمس مالت إلى جهة الغرب؟ إذا تحول الظل إلى جهة الشرق تعرف ذلك، واضح؟ ثم يبدأ بالزيادة، يبدأ بالزيادة. أول زيادة هنا هذا معناه أن وقت الظهر قد دخل. إذن نعرف دخول الظهر بزوال الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ زوال الشمس أي أن الشمس مالت إلى جهة الغرب، أي أن الشمس مالت إلى جهة الغرب. نعرف
أن الشمس مالت إلى جهة الغرب بزيادة الظل هنا، فإذا زاد الظل هنا علمنا أن وقت الظهر قد دخل. إذن نقول متى يدخل وقت الظهر؟ يدخل وقت الظهر بزوال الشمس. إلى متى يستمر؟ يستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، هذا متر هذا متر، فإذا صار طول هذا مثل طول هذا نعرف أن وقت الظهر انتهى. إذن يدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس، وينتهي إذا صار ظل الشيء مثله من غير هذا، هذا لا يحسب، من غير ظل الاستواء، من غير فيء الزوال. فهمنا أولى؟ يعني يكون الطول من هنا، من هنا إلى هنا متر، لأن طول الشخص متر، تمام؟ فإذا زاد عن ذلك أي أن الشمس ذهبت إلى الغرب سيزيد هذا الظل، واضح؟ إذا زاد عن ذلك قليلا يبدأ وقت العصر، ويستمر وقت العصر إلى أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت العصر ويبدأ وقت المغرب، يبدأ وقت المغرب ويستمر وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر على المعتمد، وهو القول القديم للشافعي. هذه المسألة اعتمد فيها قول الشافعي القديم أن وقت المغرب يستمر إلى غياب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، ويستمر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، فالشمس قبل أن تطلع يسبقها ضوءها فيكون الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق بدأ وقت الفجر وانتهى وقت العشاء، فوقت الفجر يبدأ بطلوع الفجر الصادق وهو الذي يكون عرضا في السماء، ويستمر إلى أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس انتهى وقت الفجر. إذن خلاصة الكلام أن وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس ويستمر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، فإذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر ويستمر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب ويستمر إلى غروب الشفق الأحمر، فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء ويستمر إلى طلوع الفجر الصادق، فإذا طلع الفجر الصادق دخل وقت الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس. فهمنا؟ هذا بيان المواقيت إجمالا، وإلا هنالك تفاصيل، فهنالك أوقات تسمى وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة ووقت جواز مع الكراهة ووقت تحريم ووقت عذر ووقت ضرورة، لكن هذه التفاصيل أظن أن المصنف لم يذكرها بهذا التفصيل وطواها، لأنها تحتاج إلى يعني شرح طويل جدا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل الشيء مثله غير ظل الاستواء. انظر، واضح كما شرحت لك على السبورة. قال رحمه الله تعالى: وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة، وآخره غروب الشمس. هنا قال: وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس، وآخره على المختار، وهو قول الشافعي القديم وهو المعتمد في المذهب، إلى غروب الشفق الأحمر. قال لكم صاحب الزبد: والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر، أي بمغيب الشفق الأحمر. قال: وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر عرضا. ثم قال: وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. هذا بيان مواقيت الصلاة. نقف هنا، تستريحون ربع ساعة فقط ثم أتي إليكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.